اكرم روحك اكرم روحك اكرم روحك اكرم روحك أشهد أن الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن أطياف ومكونات عرب الوادي العريق. اسمحوا لي أن أتقدم إلى اللجنة التأسيسية لهذا التجمع بالامتنان والشكر والشكر الموصول لهم على جهودهم المبذولة. عائلة الدليمي بتسليم أو باستلام هذا التكريم من منظمة عرب الوادي. الحين الدليمي على مجهوداته في برنامج العمل التطوعي. تحية تحية لعائلة كوكلة لما قدموه. سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم في اللمة الرمضانية في منطقة الغريفة في نادي أسامة بن زيد، هذه اللمة الرمضانية فيها عدد كبير من حكماء وأعيان ومشايخ ودين الحبيب في هذه اللمة الرمضانية. عندنا مناسبة طبعا تكريم لبعض الشباب الذين طبعا كانوا لهم بصمة في بناء العمل التطوعي ووفاهم الأجل، وإن شاء الله في هذا اليوم نكرمهم. نهني عرب الوادي بالإفطار الجماعي بمنطقة الغريفة بمناسبة حلول الشهر الكريم، ونترحم على المرحوم عبد السميع يوسف الرغروغي، ونترحم على حسن المرحوم حسن الطيب. كانوا من أجدر الناس وكانوا من أطيب الناس ودائما في العمل، دائما يحثوا على العمل التطوعي ودائما مخروطين يعني في العمل الجماعي، وبارك الله فيكم.